لا تستغرب إن علمت أن هذه المواجهات التي وقعت منذ أيام في أعالي العاصمة الجزائرية وتحديدا في منطقة حيدرة التي اقترن الحديث عنها بالأحياء الراقية ومساكن المسؤولين بجوار حيدرة المعروفة حيدرة أخرى تختلف في شكلها وعناوين يوميتها. فمنذ 10 من يوليو تموز الماضي انتفض سكان ما يعرف بغابة الصنوبر بحيدرة لتخبو نيران غضبهم، وتشتعل مرة أخرى هذه الأيام والعنوان قصة غابة خضراء. نعم، هذه المواجهات اندلعت حركت الصغير والكبير في هذا الحي رفضا لعملية طالت مساحة خضراء شكلت المتنفس لهم ولأطفالهم، بل وقامت بتجريف أشجار صنوبر يعود عمر بعضها لأكثر من 100 سنة حسب السكان. والمستفيد مشروع موقف السيارات بطوابق تصر السلطات على أنه ملك عمومي ذو منفعة عامة، ويقول السكان إنه يخفي وراءه ما يخفي. تقف هنا المجاهدة الجزائرية جميلة بحيرد في لفتة تضامنية مع سكان هذا الحي، تشرح لها هذه السيدة كيف جرفت الأرض وقطعت الأشجار تحت حماية قوات الأمن، بل وكيف تهاوت أشجار في لمح البصر ضللت الحي وذكرياته لعقود. حالة الاحتقان المستمرة والجو المشحون عاود الاشتعال منذ أيام قليلة بعد أن طوقت قوات الأمن فجرا عمارة الحي الموروثة من العهد الاستعماري. استمر التجريف واستمر رفض السكان بل واتهامهم لقوات الأمن باقتحام مساكنهم واعتقال أبناء لهم، مما دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لشجب ما سمته قمعا ممنهجا ضد سكان حي حديقة الصنوبر. يلتفوا حول هذه الشجرة للحفاظ عليها. قد يقول قائل إن للمشروع منفعة عامة، لكن السكان يصرون على أن الأولى أن تحمل مساحة الخضراء وتعزز في زمن زحف فيه الإسمنت وسماسرته، فهم يدافعون عن ثروة جماعية وعن مصدر حياة، وبدا بذلك حسهم المدني والبيئي في مواجهة جرافات استمرت في تنفيذ مهمتها دون أدنى اعتبار ل10,000 توقيع يقول السكان إنهم جمعوها لوقف المشروع، وسط استغرابهم لمماطلة المحكمة الإدارية التي أجلت البث في قضيتهم رغم أنها قضية استعجالية.